معشر المؤمنين، جاء شمر اللعين وفي رجله خف من حديد وفي يده خنجر كليل، فرفس الإمام الحسين برجله على رأسه، فاستلقى الإمام الحسين على ظهره وجلس شمر اللعين على صدره يمر خنجره على حلقومه 12 مرة آه، فقال صلوات الله عليه لشمر اللعين: قم، فهذا موضع لثمات رسول الله، فلا يؤثر فيه خنجرك الكليل، ولكن قم حتى أسجد لله سبحانه وأدعو لأمة جدي. فقام اللعين وسجد الإمام الحسين ودعا عند الله للمؤمنين آه ثم آه ثم آه ثم آه، إذ ذبحه اللعين من قفاه وقطع رأسه المبارك من بدنه الأطهر. يا حسين يا حسين يا حسين.